أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعالم. جاء في صحيفة الميثاق الوطني في صحيفة هيئة بالأحرى خريجو الكليات يعتصمون ويقطعون طريقا حيويا في ديالى. وفي صحيفة الميثاق الوطني الميثاق الوطني العراقي يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية الوضع الإنساني للنازحين. وجاء في المدى 3 ملايين طفل خارج المدارس في العراق. القدس العربية عنونت حماس خيار المقاومة وإشعال الانتفاضة في وجه الاحتلال هو السبيل لانتزاع الحقوق. جاء في العرب الجديد الألغام والمقذوفات الحربية تلوث 2880 كيلومترا في العراق. أما في عربي 21 نقرأ المحكمة العليا في العراق تصدق على نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت في أكتوبر الماضي. وجاء في ناشيونال انترست تعاون أمريكي تركي في شمال سوريا سيقوض نفوذ روسيا وإيران. أهلا بكم. نبدأ من موقع كتابات حيث جاء هذا المقال عن الفقر في العراق حيث كتب سجاد إياد البياتي مقالا في موقع كتابات يقول كان الفقر ولا يزال ظاهرة سرمدية لها وجود في غالبية مجتمعات العالم ويتباين تأثيرها بين مجتمع وآخر وفقا للتقاليد الاجتماعية والأعراف الدينية والقوانين الوضعية السائدة. وقد تميزت المجتمعات الإسلامية ومنها المجتمع العراقي وفي مختلف العصور التاريخية بإيلائها اهتماما استثنائيا لمعالجة التبعات السلبية لهذه الظاهرة انطلاقا من منظومة قيم دينية ودنيوية سامية وراسخة تماما. ورغم الثورة النفطية الهائلة في العراق إلا أن شخصا واحدا من كل 5 أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر. ساهم التضخم وارتفاع الأسعار في زيادة أعداد الفقراء والداخلين تحت خط الفقر، ولم أجد إلى الآن أي إجراءات رسمية كفيلة بالحد من تلك النسبة وحتى على المستوى الأهلي والاجتماعي. المشكلة تتزايد مع مرور الوقت ولا تتوقف، وهذه الإجراءات الحكومية الأخيرة سوف تؤدي لزيادة أعداد الفقراء، خصوصاً عمليات الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين والتي تصل تقريباً إلى ربع الراتب، بالإضافة إلى الانخفاض الحقيقي في الرواتب نتيجة تغيير سعر الصرف. إن زيادة نسبة الفقر في البلاد سوف تؤثر بشكل كبير على الواقع السياسي، فقد بدأت عمليات التذمر من الوضع الراهن تسود الكثير من المناطق العراقية، وهو أمر تناقلته الكثير من وسائل الإعلام، ولم يعد الأمر قاصراً على فئة بعينها، بل حتى التجار والمستوردين نظموا العديد من التظاهرات أمام البنك المركزي اعتراضاً على تخفيض قيمة الدينار العراقي. إن النسبة المعلنة للفقر من جانب وزارة التخطيط غير واقعية ويتجاوزها الواقع على الأرض بكثير، حيث تصل النسبة إلى ما يقارب 50% من عدد السكان. يقول الكاتب المرتبات الضخمة والكبيرة التي يتسلمها أعضاء مجلس النواب وتوابعه أو ما تسمى بالرئاسات الثلاثة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب في الوقت الذي يفترش مئات الألوف من العراقيين الأرض ويلتحفون السماء ولا يجدون قوت يومهم، تلك هي أماكن الخلل في العراق حسب الكاتب. وبين مزدوجي الإدارة، ولو عدنا قليلا فقد ظل العراقيون تحت الحصار أكثر من عقد من الزمان والجميع يعلم بذلك، لكننا لم نجد من يتضور جوعا، فقد كانت البطاقة التموينية تغطي الأشياء الضرورية لكل عائلة، فلم تكن مسألة الفقر موجودة أصلا ولو بنسبة معينة. ربما وما يعيشه الناس اليوم ليس فقرا فقط بل فقر وجوع.
وننتقل وإياكم إلى القدس العربي. يقول الكاتب صادق الطائي: تعاملت وسائل الإعلام الحكومية في العراق مع الإعلان عن انتهاء المهمات القتالية لقوات التحالف في العراق المكونة من 2500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية و1000 عسكري من دول التحالف، على أنه انتصار تحقق على الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتم تصوير الإعلان وكأنه عملية جلاء للقوات الأجنبية من البلد، بينما الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى أن تلك القوات باقية ولن يتم سحب جندي واحد منها، إنما تم تغيير توصيف المهمات، مهمات وجودها على الأرض التي تحولت من قوات قتالية إلى قوات تدريب وإسناد وتمكين. يوم 8 كانون الأول ديسمبر الجاري، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في ختام اجتماع مع قيادة التحالف عن تغيير مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش، قائلاً في تغريدة على منصة تويتر: اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، وستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين. هذه الخطوة سوقها الإعلام الحكومي العراقي على أنها انتصار تحقق في إنهاء الوجود الأجنبي في العراق ضمن لعبة أوراق الضغط السياسية المتبادلة بين الأطراف السياسية العراقية المتصارعة. وسرعان ما تلقف الموقف طرف الولائي، إذ أعلن ريان الكلداني يوم 9 ديسمبر أنه التقى بقائد كتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي، والمحصلة إعلان الولائي تأجيل العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق والتي كان مقرراً البدء بها مطلع العام المقبل حتى إشعار آخر، في محاولة لترك الباب مفتوحاً للعب أوراق أخرى في المستقبل. أخيراً، البعض قرأ ورقة الفصائل الولائية إعلان تحشيدها لمحاربة الوجود الأمريكي من زاوية أخرى، إذا تم ربط هذا التصعيد بتعثر جولة مفاوضات فيينا بين إيران والمجتمع الدولي حول إعادة تفعيل الاتفاق على الملف النووي الإيراني. تعثر المفاوضات وعدم الوصول إلى النتائج التي كانت تتوخاها إيران في رجوع إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي دفع الفصائل الولائية إلى التصعيد العسكري في العراق كورقة ضغط على إدارة بايدن. فهل يعني ترك الباب مواربا في تصريحات أبو آلاء الولائي الأخيرة عندما أجل انطلاق العمليات العسكرية إلى موعد غير محدد أن هنالك أوراقا أخرى ستلعب؟ هذا أمر محتمل جدا. ننتقل وإياكم إلى المدى، حيث يقول الكاتب إياد الصالحي في مقاله، وركز بمقاله بصحيفة المدى، على الفساد الحكومي في وزارة الشباب والرياضة. يقول: انشغل رؤساء مؤسسات الرياضة بتأمين مواقعهم طوال 18 عاما منذ تفردهم بشؤونها عقب تحررهم من سلطة مركزية قيدت حركتهم وحرمتهم من التصرف بالأموال المخصصة لها تحديدا، وضيقت عليهم الخناقة في زوايا بعيدة عن الرياضة، فراحوا ينفقون كل ما تسلموه من ميزانيات سنوية. إن لجنة الأولمبية كانت تروم الحصول على 100 مليار دينار لتلبية احتياجات جميع الألعاب الفردية والجماعية، لكنها حصلت على 70 مليار دينار فقط، وما خصص للرياضة حالياً يعادل ما صرف عليها منذ عام 1948 وإلى غاية عام 2003. كل ذلك ومع تزايد شبهات الفساد التي أحاطت عمليات الإنفاق والإفادات ذات الطابع السياحي، عجزت ملايين الدنانير في صناعة نصف بطل أولمبي بعد الفشل الذريع في دورات أثينا 2004 وبيجين 2008 ولندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2002، دون أن تقدم لنا الاتحادات بطلاً أولمبياً واحداً يعوض خسارة العراق تلك الأموال. ظلت عوائل الرياضيين الراحلين ممن باغتهم المرض وقضى عليهم بلا معيل يخفف عنهم بؤس حياتهم المريرة.
امرأتان فاضلتان يمكن عدهما نموذجين صارخين لمأساة تلك العوائل المتعففة التي تمنعهما الكرامة من الإساءة لسمعة ذويهم رموز الرياضة خلقاً وعطاءً. محمد نجيب كبان أحد رموز نادي الشرطة الرياضي وصانع مجده في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وناطق هاشم نجم نادي القوة الجوية الرياضي والمنتخب المونديالي، اللذين توفيا في ظرفين مختلفين كان قهر المعيشة قسيمهما المشترك. ترك عائلتين كريمتين، لم يبقى مسؤول رياضي إلا وعرف بمحنتهما، لكنه لم يحرك ساكناً ليعبر بوفاء خالص لمعلمه وزميله. وحتى تتسلم حكومة جديدة مسؤولياتها، نطالب جميع روابط الرياضيين الرواد إنصاف زملائهم المتوفين ممن تركوا عوائلهم تتعذب بنار المعيشة في الدنيا وكأنها تتمنى دار الآخرة على أن تتوسل رحمة المسؤول الفاسد. قدموا كذلك أسماء المستحقين ممن أنجزوا واجباتهم الوطنية بتميز كبير وملحوظ وواضح، وخدموا الرياضة في أسوأ ظروفها ليتم شمولهم بمنح أقرانهم الأحياء بعد تعديل القانون، وأعدادهم ليست مهولة كأعداد المتنعمين الآن غير المستحقين. في ميدل إيست آي جاء هذا المقال، قال الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست في مقال له نشره موقع ميدل إيست آي إن المستبدين العرب يواجهون النضال الذي لم ينتهي حتى لو ركز في أنهم كسبوا المعركة. مقاله يقول ويتمحور حول دول الربيع العربي التي شهدت صعود الإسلاميين ثم إزاحتهم بتأثير الثورات المضادة. مرت الموجة الأولى من احتجاجات الربيع العربي التي تفجرت في عام 2011، إلا أن الجمرات ما زالت متقدة في تلك الشوارع وفي قلوب وذاكرة الملايين. تلك كانت السنة التي نظمت فيها جنازة للربيع العربي، فالحكومات والبرلمانات التي إما هيمن عليها أو دعمها الإسلاميون وغيرهم ممن وصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع تمت الإطاحة بها في تونس والمغرب. في الصيف الماضي عندما جمد الرئيس التونسي البرلمان وعزل رئيس الوزراء وأعلن أنه سيحكم بالمراسيم في تحرك وصفه مستشاروه بأنه انقلاب دستوري، وقعت تونس تحت نفس الظل السلطوي الذي ظلت طوال عقد مضى تحاول تجنبه. كانت تونس آخر فروة في خزانة الكؤوس التي تعرض فيها الديمقراطيات التي تمكن أولئك الأمراء العرب من تخريبها. شكل ذلك نصراً للجيل الأصغر من المستبدين، أمراء بلغ حكمهم درجة من الميكافيلية، بدا معها آباؤهم وأعمامهم بالمقارنة كما لو كانوا اشتراكيين ممن يقرؤون غارديان. ومنذ ذلك الحين لم ينجو سوى نموذج واحد للدولة العربية، حاكم مطلق، عسكري أو ملكي، لا فرق على الإطلاق، على رأس كيان يتشكل من البوليس السري والقوات الخاصة وصحفيين مشترين. تتعفن المعارضة سواء كانت علمانية أم إسلامية داخل السجن، ويموت الكثير من أفرادها هناك. يقول الكاتب: ما حدث قبل 10 أعوام تحديداً في الربيع العربي كان فقط الفصل الأول في نضال طويل وعظيم، ومن المؤكد أن الفصل الثاني على الطريق. ماذا بعد تأجيل الانتخابات الليبية؟ مقال جاء في العربي الجديد للكاتب عمر كوش، يقول: كان تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا متوقعا على الرغم من دفع أطراف دولية فاعلة نحو إجرائها في 24 ديسمبر كانون الأول الجاري، بالنظر إلى مؤشرات وأسباب عديدة أهمها عدم توفر شروط إجرائها السياسية والقانونية والتحديات التي واجهتها، بالنظر إلى أن الأطراف الليبية لم تكن مستعدة للدخول فيها، وقبول نتائج ما تفرزه الصناديق الانتخابية. فالانتخابات لم تشكل في الأساس
ولم تشكل في الأساس بالأحرى مطلباً حقيقياً لها في ظل استمرار الانقسامات السياسية والولاءات القبلية والمناطقية وحالة الفلتان الأمني ووجود قوات أجنبية ومجاميع من الميليشيات المرتزقة على الأرض الليبية. مع الإعلان رسمياً عن تأجيل الانتخابات الرئاسية من دون تحديد موعد جديد لها، تطرح أسئلة عن مرحلة ما بعد التأجيل وعما إذا كانت ليبيا ستطوي صفحة الانتخابات ولو مؤقتاً وتدخل مرحلة يعاد فيها رسم خريطة القوى السياسية والعسكرية من خلال تغييرات تطاول تموضعها السياسي والعسكري بما ينتج مشهداً سياسياً وعسكرياً جديداً. ويكشف واقع الحال في ليبيا أن مسؤولية التأجيل وانعكاساته وتبعاته السياسية والأمنية تتحملها الأطراف المحلية والدولية كافة، حيث باتت الأوضاع في ليبيا مرشحة لمزيد من التأجيج والتأزم، خصوصاً مع بروز مؤشرات على انتقال الخلافات السياسية للأوضاع الأمنية والعسكرية التي شهدت ارتفاع منسوب التوتر الميداني والتأهب في بعض المدن والمناطق. كما أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء نتيجة محاولات جرت في الخفاء والعلن لإفشالها وعرقلتها من كل قوى الأمر الواقع في ليبيا السياسية والعسكرية، ما يكشف أن توافقها على إجرائها لم يكن بحثاً منها عن حل للصراع بينها، بل كان شكلياً وهشاً ومناورةً من أجل تكبير الأدوار وتضخيم الأحجام، وبدافع الرغبة في تحقيق ما تريده بواسطتها بعد أن فشلت في الحصول عليه في المعارك والاقتتال، فضلاً عن سعيها للاستحواذ على موقع في المنافسة على كرسي الرئاسة. يقول الكاتب: السؤال الذي بات يطرح في ليبيا: ماذا بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ سؤال وجيه، وذلك في ظل تخوف من أن يفضي الخلاف بشأن العملية السياسية إلى انهيار على الصعيدين الأمني والاقتصادي وعودة التسخين إلى جبهات المواجهة بين قوى الأمر الواقع المتصارعة والتي تغذيها تدخلات قوى إقليمية دولية يسكنها هاجس المحافظة على نفوذها ومصالحها في ليبيا على حساب مصالح الشعب الليبي الذي يدفع ثمن صراعها من أمنه ومواد بلده المنهوبة رغماً عن إرادته، والذي كان يمني النفس في أن تشكل الانتخابات بداية للخلاص من معاناته الأمنية والمعيشية. ناشونال انترست نشرت مقالاً تقول فيه: تعاون أمريكا وتركيا في شمال سوريا سيقوض نفوذ روسيا وإيران، بينما تضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حين لآخر على تركيا والجهات المتحالفة معها بشأن عملياتها العسكرية في شمال سوريا، مما يضيف إلى تعقيد العلاقات ما بين واشنطن وأنقرة، فإن هناك مجالاً للتعاون يمكن أن ينعكس بالنفع بحسب مقال للباحثان الدكتور أحمد طرقشي والدكتور محمد بكر غبيس، حيث هو رئيس منظمة مواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية. على الرغم من أن الرئيسين بعيدان كل البعد عن الاتفاق على سوريا والشرق الأوسط على نطاق أوسع، سوف تكسب الولايات المتحدة وتركيا من خلال التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لتحديد أولويات السياسة التي تركز على الشعب في سوريا. ويمكن أن يكون هذا التعاون أحد آخر الفرص المجدية للبلد الذي مزقته الحرب طوال عقد من الزمن. وحتى الآن يبحث رئيس النظام السوري بشار الأسد بقوة عن سبل لتكون سوريا بأكملها تحت حكمه، في حين أن روسيا لا تساعد في تشكيل عملية سياسية ذات مغزى، وليس للشعب السوري دور أساسي في ذلك، وتشهد معيشته تدهوراً إلى أدنى حد، ويبدو أن أفاق السلام في سوريا تتضاءل يومياً والسأم الدولي لا يوفر أي مساعدة. قد خيم ذلك في الواقع على رؤية السوريين لبلدهم ومستقبلهم، وفي الوقت الحاضر يمكن أن يكون التوفيق بين المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في سوريا حافزاً للإصلاح الحقيقي في البلاد، فهناك 6 ملايين سوري من خلفيات متنوعة يعيشون خارج سيطرة النظام في شمال سوريا.
يقول الموقع: ينبغي على الولايات المتحدة وتركيا أن تتشارك لدعم التعاون بين المنطقتين وقيادتهما المدنية، وينبغي كذلك أن تكون الشراكة والشراكات موجهة نحو تحقيق الأهداف، وأن تركز جيدا على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاحترام المتبادل لحقوق الإنسان الأساسية. كما سيؤدي هذا التعاون إلى تحييد النفوذ الروسي والإيراني الذي أدى تدخله إلى تعميق المعاناة الإنسانية. وفي خبرنا اليوم، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 عن اكتمال العمل في ملاعب المونديال الثمانية، مؤكدة في بيان رسمي أنها أصبحت في جاهزية تامة لاستقبال المشجعين من جميع أنحاء المعمورة العام المقبل. وقالت اللجنة في بيان عبر موقعها الرسمي: شكلت بطولة كأس العرب فرصة مثالية للارتقاء بالعمليات التشغيلية قبل عام من انطلاق أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. وأبرزت اللجنة كشف النقاب عن استاد البيت خلال حفل الافتتاح المذهل لبطولة كأس العرب الذي سبق مباراة منتخبي قطر والبحرين. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.